أهلا بكم مشاهدي تلفزيون اليوم السابع من مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، من أكبر حدث للحيوانات الأليفة في الدقهلية، يعني بيعد ملتقى لجميع هواة تربية الحيوانات الأليفة وخاصة الكلاب، بالإضافة إلى الطيور الجرحى والزواحف. معانا دلوقتي كلبة هي بتسمى بقاتلة الدببة والذئاب، من أقوى وأشرس وأندر الكلاب في العالم. هنتكلم أكتر مع هاوي، يعني هو بيعشق تربية هذا النوع بالذات من الكلاب، هيكلمنا أكتر عن سبب تسميتها بالمسمى ده. أهلا بحضرتك، ممكن تعرفنا بيك؟ أحمد نبيل، أحمد نبيل أو أبو نبيل، من مربي ومحبين الكلاب، سن 35 سنة، مهندس. بس حضرتك يعني أنت بدأت أن أنت تهتم بتربية الكلاب بشكل عام؟ والله هي الكلاب هواية عندنا يعني من زمان، من 10 سنين 20 سنة يعني. طب أنت ليه بالذات اخترت النوع ده من الكلاب يعني؟ الكلاب الكوكيجن من الكلاب اللي شخصيتها قوية جدا جدا، كلاب وفية جدا لأصحابها، من الكلاب الهادية في البيت، مش كلب نباح يعني بيفضل بينبح معظم الوقت على الفاضي، كلب حارس قوي جدا جدا بالرغم من حجمه الضخم، لكن هو كلب وفي جدا جدا يعني. هو يعني هو من يعني الكلب ده اسمه الكوكيجن او الكلب الكوكازي. الكلب ده بيسمى قاتل الذئاب او قاتل الدببة، لان هو في موطنه وظيفته الحراسة طبعا في روسيا او في البلاد دي، فهو طبعا كلب قوي جدا جدا عشان يقدروا يعتمدوا عليه في الحراسة. هو ليه بيسمى بالمسمى ده يعني؟ بالمسمى لان الاماكن دي معظم الحيوانات اللي فيها المفترسة دايما، ذئاب، دببة، ممكن في اماكن فيها اسود جبل، الحاجات دي كلها، فطبعا محتاجة، مش هينفع اجيب عندي دب، الكلاب العادية مش هتستحمل معي. لكن ده كلب بطبيعته سبحان الله، هو ربنا خلقه في الاماكن دي، فكلب قوي جدا كبنية جسمانية، كشراسة وقت اللزوم، بس طول ما الكلب مفيش اي مشكلة عنده، مفيش اي حاجة، الكلب كويس وزيه زي اي حاجة، مفيش اي مشكلة، لكن وقت الهجوم او وقت الحراسة بتاعته بيبقى قوي جدا، فطبيعي طلع له دب او طلع له ذئب اكيد هيتعامل معاه. فهو عشان كده النوع ده بالذات من اكتر انواع الكلاب تميزا. بالظبط. طب ايه بقى السمات الشكليه او يعني المواصفات الكلب؟ اولا زي ما حضرتك شايفه كده، الكلب البنيه الجسمانيه بتاعت الكلب قويه جدا. ثواني عشان المايك، بس الكلب البنيه الجسمانيه قوية جدا زي ما حضرتك شايفة، حجم الجمجمة بتاعت الكلب، ثواني امسكها يا كابتن شريف، الكلب بنيته الجسمانية قوية جدا زي ما حضرتك شايفة، الجمجمة الكلب، فك الكلب حجمه كبير جدا عشان طبعا الطبيعة بتاعته، شعر الكلب بيكون طويل طبعا، الأماكن هناك كلها برد فلازم حاجة بتحمي الكلب الفروة الكثيفة، حتى الفروة بتبقى قد كف الايد يعني، هي بترجع طبعا للسلالة نفسها، ان هي اذا كانت محلية بالظبط او مستوردة. طبعا الكلب ده مستورد، مزرعة مملكة الابطال، مزرعة مملكة الابطال، واصله منين؟ اوكرانيا او روسيا. الكلب ده مستورد، الورق بتاعه البيديجري بتاعه FCI، من الناس طبعا اللي هي بتهتم بخطوط الدم والسلالات، البيديجري بتاعه FCI، كلب ذو سلالة نسب عالية جدا، يعتبر من الطفرات اللي موجودة في السلالة دي، مش في مصر بس يعني، لا من بره يعني، الكلب جاي كطفرة مش جاي كأنه طفرة، بمعنى ان هو نادر؟ لا مش نادر، مميزاته او صفاته عالية جدا، التقليب بتاعه للفصيلة دي، للفصيلة الكوكيجن. طبعا في نفس الفصيلة موجودة لكن مش بنفس المواصفات الجسمانية دي. ده ما شاء الله زي ما حضرتك شايفه، الجمجمه حجم الجمجمه ضخم، العظم ثانيا طبيا كمان، السلالات دي بتبقى فيها مشاكل عظم، مشاكل طبيه، عندنا هنا ما شاء الله عظم الكلب سليم طبيا، بتلاقي المفصل مظبوط. الكلاب الحجم الضخم ده بالذات في كام نوع كده عندهم مشاكل عظم،
فطبعا دي مشاكل طبيه بنواجهها، فبنضطر ان احنا نصرف على الكلاب وادويه. لكن ده ما شاء الله ما فيش اي حاجه من الحاجات دي. الكلب ما شاء الله عليه سلالته مظبوطه، ما فيش فيه اي مشاكل وراثيه زي ما حضرتك شايف. الكلب ده يمكن ده احنا بنلاحظه حجم الضخم. اه طبعا حجمه الضخم، حجمه الضخم عشان يقدر يستحمل الظروف الجويه ويقدر يستحمل الصراعات او المعارك اللي بيدخلها. اه طبعا كلب شرس، ما هو مش هينفع يعني، ربنا بيدي كل حاجه نسبه وتناسب. طب انت استوردته، طب ايه فكره يعني ازاي قدرت انت تكيفه وتخليه؟ الكلاب دي لا، هي بطبيعتها مش شرسه مع الحيوانات والبني ادمين، لكن كلاب مع البني ادمين بس في البيت مع اهل البيت كلب عادي جدا. عارف صاحبه يعني، حتى هشام، تعال هشام مسك الكلب. طب زي ما انت شايفه كده مفيش اي مشكله، عادي جدا معاه وبيتعامل مع الاطفال. طبطب عليها شوم، طبطب على الكلب، مفيش اي مشكله مع الاطفال عادي جدا. الكلب مع اهل البيت كويس جدا. وقت الحراسه، وقت في حاجه غريبه، في حاجه مش مظبوط، بيتحول طبعا لحاجه تانية خالص، لقنبله، لانه بيحمي صاحبه جدا وبيحب صاحبه وبيحافظ على البيت. استخدامه طبعا. في الحراسة الأساس بتاعه. طيب مواصفاته بقى، يعني هو متميز طفرة زي ما قلت. أيوه. كلمني بقى عن الطفرة. المواصفات الشكلية الجسمانية. الكلب زي ما حضرتك شايفة. امسكه لك على الهواء. امسك المايك. لا هتكلمه. تعاهر. زي ما حضرتك شايف، أولا الكلب حجمه الجسماني بالحجم ده. ثواني يا حاج شيف، ثواني. حجم الضخم ده. الكفل بتاع الكلب المنطقه دي بالنسبه للمواصفات بتكون، امسك كده. طبعا مواصفات الكلب يا جماعه بالنسبه للكلاب الكوكيجن، الصدر بتاع الكلب لازم يكون عريض. صدر الكلب عريض بالمنظر ده. شكل ال 11، الايدين بتكون 11، الصدر مفتوح. الجمجمه حجم عريض. طبعا الودان والديل ده، طبعا الودان مقصوصه مش في مصر، هي بتيجي مقصوصه عشان الكلب مستورد، جايه مقصوصه كده. حاضر. سبب القص ان الكلب نقطه ضعف ودانه. لما الكلب بيكون فيه عمليه هجوم من دب او ذئب او اي شيء، فبتكون نقطه ضعف انه ممكن يتمسك منها، فهم هناك بيقصوها عشان ما يبقاش الكلب نقطه ضعف. لا، ما يبقاش ليه نقطه ضعف، لان لو اتمسك من ودنه فبقى ليه نقطه ضعف، فيبدا يحصل فيه هجوم عليه. فهم بيشيلوا بقى المشاكل، الحاجات اللي بتبقى ممكن تتسبب ان الكلب يتاذي في المعركه بتاعته. طب يعني مع كل المميزات دي اكيد ده بيزود من سعره. طبعا كل كلب حسب المميزات بتاعته. الكلب ده اولا بيور 100% زي ما قلنا من شويه، طفره، لان المميزات الكلب يعتبر مميز بالظبط، عشان كده ده بيفرق في المواصفات. يعني حتى هنا حتى في ادق التفاصيل، لما نيجي نقول طفره يعني كل حاجه فيها متكامله. هنا الديل زي ما احنا شايفين كده بيكون بالمنظر ده، بيكون فينا علامه عندي في الديل زي مثلث اسود كده. الكفل بتاع الكلب بيكون من ورا عريض اعلى من قدام. الكلب بالنسبه للحجم ده على فكره يا جماعه، عشان ما حدش يقول بياكل كتير وبيعمل، لا، كلب اكله عادي جدا، ما فيش فيه اي مشاكل بالنسبه للاكل. وزي ما قلنا من شويه، العظم سليم، الرجلين مظبوطه، الجمجمه مظبوطه، الفك قوي وكبير زي ما انت شايفه. فده طبعا كل ده من مميزات الكلب. طبعا في حاجات ما بتبقاش بيور 100%، فطبعا دي بتقل في السعر، بيقل ثمنها. بس ده بالنسبه للكوكيجن يعني. في طبعا فصيله برضو طفره برضو زي الكوكيجن. في عندنا نوع تاني اسمه ألاباي، برضو نفس بيتميز بالحجم الضخم ده وبالشراسه، وبرضو كلب من الكلاب اللي بتقاتل الدببه والديابه، نفس الكلام وبنفس كثافه الشعر، شكل تاني مختلف شويه، لكن برضو بياخد نفس البنيه العملاقه دي. والله هو كلب شخصيته قوية جدا، فطبعا لازم اللي يتعامل معاه يكون حد بيقدر يفهم في الكلاب كويس جدا، وفي الكلاب دي بالذات. كلب شخصيته قوية، ما ينفعش شخص شخصيته ضعيفة يتعامل مع كلب كوكيجن أو كلب ألاباي، لأن الكلب بيفرض بطبيعته زيه زي الذئاب، فكل واحد بيفرض سيطرته، لو ما فرضش سيطرته
صاحب الكلب ما فرضش سيطرته عليه، الكلب بيفرض سيطرته، وكلب بالقوة دي لو فرض سيطرته على صاحبه بقت مشكلة. في موجود الالاباي، اتفضلي افرجها عليه. اتفضلي. حضرتك بتربي يعني نوع تاني؟ اه دي سلالة تانية اسمها الالاباي. السلالة دي برضو نفس الكلام، كلب زي ما حضرتك شايفة بيتميز بالقوة البدنية، القوة الجسمانية العالية جدا ما شاء الله عليه، حجم الجمجمة قوي، الرجلين العظم برضو نفس الموضوع نفس الكلام، قوي جدا ما شاء الله عليه. الكلب ده برضو احنا بنعتبره من السلالة بتاعته اللي هي الالاباي، طفرة من الطفرات في بلد وبرد. ومش هنقول في مصر ولا في المنصورة، انا بقول في العالم. الكلب ده لسه عمره 10 شهور، لسه 10 شهور، ابن ابطال عالم، ولسه ان شاء الله بعد يعني 5-6 شهور كمان هيقدر الكلب ده هيتغير تماما. كلمني اكتر عن سماته الشكليه. سماته الشكليه برضو الجمجمه زي ما حضرتك شايفاها كده، الفك قوي جدا من الفكوك القويه، العظم عظم الكلب عريض برضو بيتميز بال11 اللي هي رقم 11، صدر الكلب عريض، الارتفاع بتاع الكلب زي ما الكابتن الارتفاع بيبقى حوالي 90 سنتي برضو زي ما الكابتن شيف بيقول. تشوف هنا محمد هنا اعلى. طبعا نفس المواصفات، كلب شرس قوي قوي جدا. لا مش نفس الفصيل، هو فصيلة تانية، هي النوع كله كلاب، لكن النوع السلالة تانية، دي سلالة ودي سلالة، ده نوع وده نوع، ده اسمه كوكيجن ده اسمه ألاباي. تمام. برضو الكلب ده مستورد، النسب بتاعه متسجل FCI، منظمة FCI. الكلب ارتفاعه حتى الان هو 90 سنتي، هو مش هيطول عن كده اكتر، يعني ممكن 5 سنتي 10 سنتي، لكن لسه الكلب لسه بيبني جسمه لانه لسه سن قوي لسه بالظبط، هو كده ضخم لكن هو لسه هيتضخم عن كده بالظبط، بيوصل وزنه من 100 أو 110 كيلو بيزيد سنه. طبعا هو لسه 10 شهور يعني لسه بنقول عليه جرو او شاب، يعني لسه داخل في مرحله الشباب. في منه الوان كتير. طبعا احنا عايزين نتكلم في حته ان احنا بنقول هو جاي من بره، بيجي طبعا بمبالغ كبيره، فاحنا بنحاول ان احنا نجيب اهالي مظبوطه طفرات من بره مصر، بحيث ان احنا ننتج احنا السلاله هنا في مصر تبقى مظبوطه، مش كل شويه هنقعد نستورد من بره طبعا، وتبقى عندنا النشأة من هنا من مصر، مش كل شويه هنروح نستورد طبعا مبالغ كبيره. ده طبعا من اعلى الكلاب في العالم، يعني ده يعد من احسن 5، من احسن 5 كلاب في العالم، وصاحبه مراهن عليه، يعني ده تبع مملكه الابطال مراهن عليه ان هو يطلع من اقوى كلاب العالم، على يعني نمبر 1 باذن الله. وطبعا الكلاب دي زي ما الكابتن نبيل قال، دي كلاب صيد من الدرجه الاولى، كلاب قويه جدا جدا، يعني هي اصلا هي مش عايزين نقول يا شرسة، هي كلاب بتموت لو حيوانات، يعني ده اصلا في الطبيعه اذا كان في روسيا في بلده النشأه او كده، ده بياكل دببه، يعني ده بيتصارع، ده لما بيتشاكل كف الايد ده بيهجم بيعور، انت متخيله كلب مثلا 110 كيلو بيخبط حاجه، يعني تقله لوحده بيوقع اللي قدامه كفريسه. وزي ما انت شايفه انت يعني الكلب كحجم، شايفين حجم الكلب ما شاء الله، ده عرض حاجه الله اكبر عليها، يعني ما شاء الله ده حجم الكلب. نتكلم على الاسعار.